لقيت حاجة تلف في الدماغ وخلاني ما دريانش بحاجة. هاي عبد الله اخويا دي مكدر دماغي، مش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه. ما تفكرش كتير يا عبد الحكيم، المكتوب مكتوب والدنيا من فاته، واللي عجبين لازم تشوفوا العين، وعبد الله له رب كريم هو اللي حيشفيه ويعفيه. نوال مواويل بنات اخوي شغلاني، تنساش عرضي، تنساش ان عمهم. انت مش عمهم وبس، انت كبيرهم وكبير العيلة كلها، وبعدين هم محتاجينك دلوقتي اكتر من اي وقت. ربنا يعينك عليهم ويقويهم. ايوه، هم البنات هم مالوش اخر. ايوه، لا تقيله ولا حاجه، انت عندك شمس وانا عندي نجوى. ايوه، عندك نجوى لكن عندك كمان بشاره، وانا عندي شمس لكن في مروان وحسن، دول اخواتهم. يعني لو البنات اجوازهم خلوا بيهم يقدروا يقفلهم. ايوه، لكن عبد الله لو لا قدر الله حصل له مكروه، بنات هتعمل ايه؟ دول ثلاث بنات غير كريمه، ربنا يستر. ما قلتليش عملت ايه مع مرتك اللي مغلباك دي؟ عاوزها ترجع عشان العيال، بس هي ما عاوزاشي، منشفه دماغها وعجباها العيشه في بلاد الاجانب والشحطه هناك. منها لله، العيال وحشوني قوي، وحشوني قوي عبد الحكيم. ربنا يحرمها من نور عينيها زي ما حرمتني منه. انا خلاص طهقت، الدنيا بقيت ناصخه في عينيا. هدي نفسك، بسيرهم ان شاء الله يرجعوا. يا ريت يا عبد الحكيم يا اخوي، يا ريت، العمر ما عادش فيه كد اللي راح، ونفسي اشوفهم قبل ما اموت، بس خايف ما يحصلش. بس اللي مطمني بشاره ولدي كلمني وقال لي ان هو عايز يرجع يعيش في مصر تاني، ونجوى بنتي برضه كلمتني وقالت لي نفسها تشوفنا انا وامها مع بعض تاني، بس انا مش حاسس اني عاوزها زي الاول. اوه، سيبك من المشاعر والاحاسيس، المهم اولادك يرجعوا لك. تاكل؟ ماليش نفس. لا مالكش نفس، تعال انا عازمك على اكله لحمه راس في الحسين. المعده ما عادتش تتحمل الوكل ده زي الاول. بالنسبه لك انا معدتي تتحمل الزلط. قوم قوم يا اسحاق، قوم يلا. أقومك ما ساعدتنيش ليه؟ تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله العظيم يا رب. شفت يا كريم؟ شفت اللي بقيت فيه؟ أنا اللي كنت بلف الدنيا شاربة وغربة على رجلي، ما كنتش قادر أخط خطوتين من السرير. معلش يا حبيبي، إن شاء الله هتبقى كويس وربنا يعيش فيك، بس انت ما تستعجلش يا عبد الله. ما بينهاش جوم يا كريم، ما بينهاش جوم.
تقولش كده يا عبد الله. الشفاء يا اخويا بيجي بالايمان بربنا، مش بالضعف اللي انت فيه ده. وبعدين انت عبد الله اللي راح ولف وجه وفحت في الصخر، يبقى ضعيف بالشكل ده؟ غصب عني والله العظيم، غصب عني يا كريم. لا ما تقولش كده، انا ما بحبش اسمع الكلام الفارغ ده منك. ده اختبار من ربنا يا عبد الله، بيمتحنك. ما كانش عندك وادالك، بعد ما ادالك خد منك. امتحان واختبار، ومش ليك انت لوحدك، ده لينا كلنا، ليا والبناتك. الامتحان ده عايز يعرف ايمانك بيه قد ايه. انت عايز تاخد كل حاجه من الدنيا من غير ما ربنا يعمل لك امتحان؟ لا تبقى غلطان، ده بيمتحنك ويشوفك هتحمده على الوحشه قبل الحلوه ولا لا. الحمد لله وشكرا. ايوه كده، الكلمه دي دايما تبقى على لسانك عشان ربنا ياخد بيدك ويشفيك، وياخد بيدك وبيدنا ويشيلنا من الكرب اللي احنا فيه. وفي الاول وفي الاخر يا عبد الله احنا راضين وحمدي ربنا، الحمد لله. نعم بالله يا كريم، امين بالله، انا راضي بكل اللي كتبه ربنا. زي ما تقولي كده قلبي واكلنا على البنات. بنات ايه يا راجل؟ هو انت مخلف بنات يا عبد الله؟ انت مخلف وحوش بيخربشوا رجاله بشنبات طالعين لي كريم امهم كارميلا. ايوه كده، اضحك بقى، اضحك اضحك عشان خاطري. ربنا يخليك لي وللبنات.